ليه اصطياد مخلوقات بحرية نادرة محرمة أصلا؟ يعني حصل مرة إن أحدهم اصطاد سمكة نابليون وعرضها في محل سمك وحط في الفلاية كده وحركات، ومرة تانية حد اصطاد سمكة دوغونج. فليه الناس دي مجرمة في نظر القانون، وهم معتقدين ان اختفاء فصيلة نادرة من السمك ده مش هيضر حد؟ ايه هيضر بيئة لو سمكة نابليون اتعملت سنجاري او اتعملت مشوية يعني؟ تمام، البيئة البحرية او البيئة عموما هي معقدة اكتر مما تتصور. احنا لو الناموسة اختفت من العالم احنا فاكرين ان احنا هنفرح، الناموس لو اختفى احنا هيحصل كوارث، لان الناموس بيتغذى على حاجات وفي حاجات بتتغذى عليه وفي حاجات كده. فان احنا نخل بالسلسله الغذائيه احنا بنعمل كارثه. فاحنا فاكرين ان الموضوع ده حاجه سهله جدا، ان احنا نشيل عنصر في دايره فيها الاف الحيوانات، ان احنا نشيل كائن منه فاكرين انها مش هيبقى ليها اي عواقب. احنا لو شلنا اي كائن من السلسله الغذائيه هيبقى فيها مشكله كبيره قوي. بس احنا بنشيل البوري والدينيس والكلام ده كله ما عادي. ليه مواسم صيد في الاف الاسماك منه موجودين منه، بس لما بنروح للحاجات الكبيره اللي هي النادره، لو خدت بالك هتلاقي معظم الحاجات النادره الناس مشدده عليها، معظمها حجمها كبير. الحاجه كل ما حجمها بيكبر بيبقى تاثيرها في السلسله الغذائيه اكبر بكتير قوي. سمكه القرش وكل الافلام اللي مطلعين سمكة القرش فيها سمكة شريرة وبتاكل وبتعمل، ناس شايفينها ان سمكة القرش دي حاجة وحشة وساعات بيصطادوها بالزيادة، احنا عايزين نخلص البحر من سمك القرش. سمك القرش ان هو كمفترس او ميجا بريدتور، مفترس اعلى حاجة في قمة السلسلة الغذائية، ان احنا لو بصينا هنلاقي نابليون والدوجونج في المراتب العليا من السلسلة الغذائية. سمكة القرش لما بتشوف مثلا سكول اوف فيش، او سكول اوف فيش يعني قطيع سمك، سمك كتير ماشي مع بعض، عشان سمكة القرش ما تتعبش نفسها هي مش بتروح تاكل اقوى سمك، مش بتروح تاكل احلى سمك. سمك القرش او الاسود لما بيطارد الغزال هو بيختار العجوز، بيختار الضعيف، بيختار الحاجة اللي عندها مرض عشان يصطادها بسهولة. فبتحصل عملية فلترة ان هم بياخدوا الكائنات الضعيفة من السلالة ويسيب الكائنات القوية. الكائنات القوية دي لما تتكاثر انا كده، يعني السمك القرش لما ياكل سمك بوري مثلا هو هياكل السمك البوري الضعيف، اللي هيتبقى السمك السريع القوي اللي عارف ينجو، هو ده اللي هيتكاثر، هو ده اللي هيطلع او هيبيض سمك بوري الجينات بتاعته قوية. نفس الموضوع بيتطبق على النابليون او على الدوجونج، عروسة البحر او بقرة البحر دي من الثدييات البحرية، بتاكل الزرع او السي جراس اللي بينمو في البحر. هي لما بتاكل الحاجات دي هي بتاكل الزرع اللي طالع على الوش، اكنه زي عارف الناس لما بتقص الزرع وتمشي كده بالمكنة اللي هي مثلا في الدول بتاع بره اللي بنشوفها في الافلام، يقص الزرع اللي قدام بيته عشان الزرع يبقى شكله مساوي وشكله اخضر. هو حرفيا سمكة الكائن الدوجونج بيعمل كده، هو بياكل الزرع ده بيقصه وبتاع، بيخلي الزرع ينمو بكثافة اكتر. نفس الموضوع مع النابليون. فالحاجات النادرة دي احنا شايفين ان احنا لو انقرضت احنا خسرنا كائن مش هنشوفه تاني في حياتنا، وغير كده احنا مش من حقنا ان احنا ننهي اي فصيلة، مش من حقنا ان احنا نخلي اي كائن ينتهي من العالم. يعني كل ما هو نادر كبير في الحجم، كل ما هو نادر على رأس المنظومة الغذائية، أثرت على هذا الكبير، أثرت على المنظومة الغذائية كلها، إذن أنت أثرت على توازن بيئي وأثرت على الاقتصاديات بتاعة المنظومة اللي موجودة في مكان معين. فأنت شخصيا كمستهلك أو كحد شغال في البحر أو غيره أو حتى في البر هتتأثر بده بشكل أو بآخر. هل طعم الأسماك النادرة دي حلو أو مختلف عشان يعني كده الناس بتبحث عنها، أو ولا هي مجرد إن أنا عايز السمكة النادرة دي عشان يبقى لي حتة خاصة، ان انا تمكنت من ان انا اجيب الحاجه النادره، ان اللي عندي مش عند غيري؟ كل ما هو ممنوع مرغوب، هو حاجه مختلفه. هو شايف ان هو لما يصطاد سمكه نادره هو كده حقق انجاز نادر، انا مفيش حد غير يصطاد السمكه دي. ايوه، عشان محدش عايز يصطادها. في عندنا في مصر في مرسى علم وفي الغردقه اسماك النابليون من الاسماك الشعاب المرجانيه اللي بتعيش جنب الشعاب المرجانيه وما بتسيبش المكان اللي بتعيش فيه. احنا عندنا سياح وحصلت قدام عينيا اكتر من مره بيجوا من دول العالم يقول لك انا عايز اجي اغطس مع سمكه النابليون. فاحنا عارفين المنطقه دي فيها سمكه النابليون عايشه فيها، المنطقه دي فيها سمكه النابليون عايشه فيها. مرسى علم والغردقه فيها حاجات كتيره كده، الناس بتيجي من اوروبا كلها ومن العالم كله وبيدفعوا فلوس كتيره قوي
بالعملة الصعبة عشان يروحوا يغطسوا مع الدوجون. الناس عايزة كلها تروح تشوف الدوجون. اقوم انا اصطادها احطها في محل سمك. بالظبط. احنا حرفيا الحاجات اللي احنا شايفين ان احنا ممكن ننهيها دي، حرفيا الحاجات دي بعينها من مصادر العملة الصعبة لمصر. انا بشوف ناس في مرسى علم بتيجي هي الطلب بتاعها عايز اغطس مع دوجون، يطلعوا على رحلة بحرية يدوروا على الدوجون، هي بتروح تاكل وترجع، فهم مثلا يستنوها عند الحتت اللي فيها السي جراس او الاعشاب البحريه، لان هم عارفين ان هي في وقت ما هي هتيجي هتاكل هنا. كان في كابل من السياح شفتهم جم يوم والتاني والتالت في نفس المكان وبيدفعوا نفس الفلوس عشان مستنيين هم يشوفوا الدوجن. هم مش زعلانين، هم عارفين ان هم هيشوفوا حاجه نادره. ليه بيتعمل مواسم صيد؟ ليه اي حد مش ممكن ياخد قرار انه يطلع يصطاد اي كميه هو عايزها؟ ليه ما يبقاش الموضوع مفتوح يعني؟ لو فكرنا فيها، البشر احنا، انا اتجوزت بتفق مع زوجتي احنا هنخلف في الفتره كذا، طبعا كله بتوفيق ربنا. لا، السمك بيبقى ليه موسم بيخلف فيه. معظم الاسماك اللي في مصر هتلاقيها بتخلف او بتبيض في فتره ما بعد الشتاء او من بعد شهر 4، شهر 5 6 7 هتلاقي السمك بيبيض في المواسم دي. موسم المنع او منع الصيد هتلاقيه في الغالب بيبقى في الفتره دي. انا لو رحت اصطاد سمكه قاعدة السنة كلها مستنية ان في موسم معين هبيت فيه وجيت بالشبكة اصطادتها بمئات الالاف البيض اللي موجود فيها، انا كده دمرت اجيال وانا مش واخد بالي، مش هلاقيها تاني يعني. ممكن من كتر ما اقعد اسحب في كمية سمك واصطاده ممكن ما الاقيهوش تاني. طب يحصل، انت ممكن تلاقيه بجودة اقل بعد كده. في ابحاث اتنشرت في مصر عن السمك الهامور. السمك الهامور تعتبر من اغلى الاسماك اللي موجودة عندنا، من الاسماك الفانسي، الاسماك اللي طعمها حلو جدا، انا عن نفسي بحبها جدا. من كتر الصيد الجائر على سمكة الهامور، انت عندك كل الحيوانات فيها طبيعة السيرفايفل، لازم بتحاول ان هي تنجو، فبتعمل ادابتيشنز او بتعمل تعديلات عشان تنجو. والناس بتحب كل سمكة الهامور، كل ما تكبر كل ما تبقى احلى، فعمالين يصطادوا. سمك الهامور وهو مش عارف طبعا، لقى ان هو قبل ما بيبيض الناس عماله تصطاده، قبل ما بيبيض الناس عماله تصطاده، قبل ما يوصل للحجم اللي هو هيبيض فيه عشان يضمن ان هو في جينيريشنز او اجيال تانية منه الناس بتصطاده. سمكة الهامور كانت بتبقى جاهزة ان هي توصل لمرحلة النضج الجنسي وتبيض والحاجات دي عند مثلا 40 سنتي او 50 سنتي. لما كان في صيد جائر كتير، السمك عمل ادابتيشن او عمل تكيف لا ارادي ان هو بقى يبيض ويوصل للنضج الجنسي عند حجم اصغر. هو عايز يبيض باسرع فتره ممكنه عشان يقدر ينجو. بالتالي ده انعكس دلوقتي، احجام السمك الهامور في مصر دلوقتي اصغر بكتير من مثلا 50 سنه، من 100 سنه، بسبب اللي احنا بنعمله، بسبب الصيد الجائر. فانت ممكن يا اما تلاقيش الفصيله او تاثر على جوده الفصيله اللي انت عايزها. طيب تقدر تقيم الالتزام من الناس والاطراف المعنيه يعني بالحفاظ على البيئه البحريه في مصر ازاي؟ يعني نديها كم من 10 كالتزام؟ انا شايف ان هو التزام كبير. الناس فاكره ان لا، اللي بيحصل ده تقصير من الجهات المعنيه، ده سوء اداره. احنا عندنا مثلا المحميات، معهد علوم بحار، اللي في شويه جمعيات اهليه زي مثلا هبكة، او في جمعيات صغيره ان جي اوز بتحاول توعي، جهاز شؤون البيئه هو الراس هو الجهاز الرئيسي. كل الحاجات دي بتقوم بدور كويس قوي. مش هقول لك اكيد 10 في 10، بس هقول لك احنا في النص اللي اكتر من 5 من 10. بس احنا مشكلتنا الاساسية انت مش هتوقف واحد حارس على كل سمكة. احنا مشكلة ثقافة شعب. لو الشعب ما عندوش وعي وما عندوش ثقافة، مهما كانت جهود الجهات المعنية مش هتبقى فعالة. انا لازم انا ابقى عارف وانا رايح السوبر ماركت، انا عارف ضرر البلاستيك فمش هستخدم بلاستيك. لما اروح الشغل انا واخد الزمزمية بتاعتي. لما اروح اصطاد انا عارف ايه اللي اصطاده وايه اللي ما اصطادوش. لما اروح اكل سمك والاقي سمك شكله غريب، لا انا عارف ان السمكة دي في الماركت، لا السمكة دي مش المفروض تصطادها. فلو الناس ما اشتريتهاش الراجل هيبطل يصطادها. لو في وعي عند فئات الشعب المختلفة، والوعي ده ما يبقاش مرتبط باي طبقة. الناس كانت يوم الجمعة تستنى تتفرج على برنامج عالم البحار، الناس كانت بتستنى دكتور مصطفى محمود عالم الحيوان. انا دي من الحاجات اللي خلتني ادخل المجال ده. كم في المية من المحيط تم اكتشافه لحد الان؟ ما تم اكتشافه فيه اقل من 15%. احنا بنتكلم المحيطات اللي احنا عايشين حواليها ده اقل من 15% بس من مجموع المحيطات احنا اكتشفناه. فاحنا في مازال فوق ال 80%، فوق ال 85% من العالم بتاعنا، من الكوكب بتاعنا احنا ما نعرفش عنه حاجه. في المنطقه الساحليه اللي هي المنطقه القريبه من الارض
وفي المنطقة الأوفشور أو الغير الساحلية. المنطقة الساحلية اللي هي قريبة من الأرض، اللي هي مثلا ما زالت على بعد كيلوهات أو أميال من الأرض، دي ما زال بنعتبرها منطقة ساحلية. دي أكتر حتة بيتركز فيها الكائنات البحرية عموما. فإحنا لو هنقسم المحيط كده بالعرض، الحتة اللي جنب الأرض دي أكتر حتة فيها كائنات، الحتة اللي برة انت بتتكلم الاعماق توصل بقى ل 3000 متر 4000 متر، فالسمك مش هيلاقي، مفيش بيئه مفيش محيط. لكن عندك الشعاب المرجانيه ليها حدود من الاعماق، يعني الشعاب المرجانيه ما تلاقيهاش تحت مثلا 100 متر، هتلاقيها اقل من متر، ده اللي هو قريب من الارض. فالشعاب المرجانيه دي بتعتبر كواحد السمك بينمو فيه بيخلف فيه، الخلفه بتستخبى فيه، فبيبقى فيك زي ايكو سيستم او هابيتات معقد في كل الحاجات دي. وفي تقسيمه تانية بالطول vertical. التقسيمه اللي بالطول بتبقى على حسب الاعماق، الاعماق دي بيبقى فيه 5 زونز او 6 زونز على حسب وصول الضوء، لان الضوء دي بدايه الهرم الغذائي او السلسله الغذائيه في اي مكان، حتى في البحر. ففي ضوء في سلسله غذائيه، في نباتات صغيره هتنمو، في حاجات هتاكلها، في حاجات اكبر منها هتاكلها، في سلسله غذائيه. كل ما الضوء قل، كل ما السلسله الغذائيه ضعفت، كل ما الكائنات قلت. بس مازال في كائنات مختلف. ال100 متر الاولاني او ال200 متر الاولانيين دي زون اللي هي اقوى زون واكتر تركيز فيها من الحيوانات. الزون اللي بعدها مازال فيها ضوء وموجود وشغال بس اضعف شويه. المنطقه اللي بعدها في ضوء بس مش كافي ان هو يعمل بناء ضوئي، فبقى يعني في نور كائنات تشوف بعضها بس مفيش سلسله اللي هي مفيش بناء ضوئي فيها. بعد كده توصل بقى للمرحله في المحيط ظلام، في ظلام دامس بقى، درجة الحرارة بتبقى ثابتة، تبقى 4 مئوية، يعني درجة الحرارة تبقى عاملة زي الثلاجة 4، وكل ما تنزل تحت خلاص انت الضغط بيزيد، وكائنات اللي هتحتاج تعيش هنا لازم تبقى كائنات كبيرة عشان تتحمل الضغط، تبقى كائنات مختلفة. تفضل الزونز تزيد لحد ما نوصل لآخر زون، الكائنات اللي عايشة في قاع المحيط، الكائنات اللي عايشة على آلاف الأمطار تحت الأرض، اللي هي مستحملة الضغط الرهيب اللي احنا ما زلنا مش عارفين نوصل له بالعافية. في كائنات عايشة تحت، عايشة ازاي؟ بتعيش على بواقي الحاجات اللي بتموت على البحر، يعني حوت مات نزل لحد القاع بيحللوه، بيعيشوا بقى بيعملوا حاجة غير البناء الضوئي، بيعملوا حاجة اسمها كيمو سينثيسيس، زي تكوين غذائي كيماوي، بيحللوا الكيماويات ويخلقوا منها سلسلة غذائية. وبتلاقي الكائنات دي موجودة فين؟ عن الهايدرو ثيرمال فينت أو المناطق الساخنة أو المناطق البراكين اللي تحت المية. ففي في قاع المحيط في مازال أنواع كتيرة من الكائنات احنا ما نعرفش عنها أي حاجة. وج I love it لأنها حاجة مختلفة، حاجة معلومات احنا لو وصلت للناس في كل يوم، لو زي ما احنا بنسمع الراديو كل يوم ضفنا معلومة معلومتين عن البيئة اللي احنا عايشين فيها، سواء بقى البحر الارض وكل حاجة، الثقافة مختلفة عن التعليم. انا اتشرفت بيك بجد، ولينا لقاءات تانية كتير ومعلومات كتير هنستفيد بيها منك يا احمد بجد، وهنتقابل تاني ان شاء الله يا حبيبي. دايما طبعا انا اتشرفت بيك.